هيبوتيز فرضية. شوف، رئيس نادي يقول لك أنا عندي فنيين وماناجيرا اللي يتعامل معهم وراني نستقدم في اللاعبين، ويخلي اختيار المدرب، يقول لك عندنا الوقت الكافي باش نجيبوا مدرب. دور 15 يوم هذيك 15 يوم تضروا. ايوه، دوك المدرب درك لماذا؟ لان الان ولات انه كل المدربين راهم يخدموا مناجرة ويدوا شهريه مع اللاعبين، وهذا التسويق تاع هذا الكلام لبعض المدربين وليس للمدربين شرفاء اللي عندهم شخصيه. حقيقه كان بعض الناس اللي ما يحشموش من مدربين، وكان كذلك رؤساء، كان كذلك رؤساء ياخذوا قسم من النسبه المئويه من الاموال اللي يعطوها لاعبين، اموال الشعب واموال الميزانيات، وياخذوها بعض اللاعبين. انا الامور هذه يعرفوها المانجر، وكان وكلاء اللاعبين كذلك اللي كيفاش يعملوا بالنسبه مع المدرب او بالنسبه مع الرئيس. مع الرئيس. وكان مدربين يفضل يقول لك انا عيط لي في الوقت المناسب ونعملوا انسيلير خاليه للريكروتمون كما يعمل في اوروبا. وانا الشيء هذا قمت به في الرابطه الثانيه مع امل اربعاء. راح نقول لك صرا لك مواقف بالضبط مع امل اربعاء، انني قمنا حتى رائد القبه قمنا انسيلير، كان معايا المدرب مساعد، مدرب الحراس، رئيس مسير، حتى بعد عادة وين يكون عندنا لاعب عنده الخبرة وامور متادين نقدروا نطلبوا نشاوروه في امور، لكن ماشي كل امور ممكن، حتى باش ما نغلطوش في اللاعبين. هذا هو الهدف الاول، انك ما تخطاش في اللاعب. اولا احنا ما نجيبوش الا لاعب كرة قدم يعرف يلعب كرة، معناتها جيد يعرف يلعب كرة، لكن كذلك لازم نجيبوه من الناحية العقلية، انه ممكن يعيش في مجموعة، انسان وليد فاميليا، عنده اخلاق، لان هذا دور كبير كذلك في الوقت الحالي باش تكون مجموعة، خاصة في بداية الموسم. ماشي نجيب باش نجيب، ماشي واحد يقول لي هذاك لاعب هايل ممتاز. والان كذلك ولا تضخيم في المردود تاع بعض اللاعبين. انا نعرف لاعبين سجل الا ضربات جزاء، ما يقول لك هذا هداف الدوري، وما عاد يجيبوه وصفحات الفيسبوك اوب خالصين وباش يطلعوه، وكان صفحات باش يهبطوه. نفس الشيء يعملوه للمدربين، يحبوا يطلعوا مدرب ويحبوا يهبطوا مدرب. اوكي، حتى معايير الاختيار غير اللي كي بافوي لي كريتير دو 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 تاع لو شوا تاع المدرب ولا تاع اللاعب عاده. والله من بعد المدرب هو راح يعاني فنيا، فنيا راح يعاني، خاصة ولا ما عندوش وجهة نظر، ما عندوش، ما عطاش رايو على انتدابات. وكاين وجهة نظر أخرى يقول لك هذا المدرب يعمل معايا ولا ما مشاتش يروح يخليني وأنا نحصل مع لاعبين. وهذا فكر أنا بالنسبة لي اللي مارسا اللي مارسا، لماذا؟ لأنك نيتك أن هذا المدرب كي جبته أنك راك داير فيه ثقة، وأنت راح تعمل معاه على المدى البعيد. أنا مثلا كي نخدم مع عودو بن كنت، أنا كي نخدم في نادي، انا ما نقولش باش نروح سمانه جايه سمانه، انا نقول راح ننهي الموسم. وعلى بالنا باللي عندما تكون تفاهم بين الاداره والمدرب وامور تكون مضبوطه ولاعبين الدعوه تمشي، الناس كان خلاطين ما يعجبهمش الحال. انت كنت فوز ثلاث مباريات الاولى الرابعه وما عاد يبدا الخلاط، يقول لك جبت لاعب تاعي ما راهوش يلعب فيه المدرب. هذا المدرب ما لازمش يقعد، عندي مصلحه انا من اللاعب تاعي، واللاعب تاعي لو كان ما يلعبش ما يخلصوش. كان بعض الامور مثل هذه. شوف كاع المناجرة وكاع المدربين وكاع الرؤساء على بالهم من الامور. الان مدرب وليد فاميليا خدام وشخصية، تلقاه انه ما تعاملش مع مناجر، ما شدلوش لاعب، غدوه يتصلوا به نادي، هو يتصل بالرئيس يقول ما تديش هذاك المدرب، ها واش فيه 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 فيه. هذه عقليه جديده بصح، عقليه بصح. هادو الناس هادو انا نقول بعاد على تاع يحرق مدرب، وكاين ثاني يحرق المدرب. انا نقول لك الامس اتصل بيا نادي من شرق البلاد، اتصل بيا والاخر، ثم اتصلوا بنادي اشرفت عليه، تكلم عليا بالسوء احد المناجرة، وكيلو ربي كما نقولوا نكلوا ربي عليه، رغم انني انا جامي طيحت فريق، وبالعكس انا درت نتائج والناس تشهد لي بالكفاءه تاعي الحمد لله.